ما تديش تلقى المرايا لما تشدني المرايا سلي سير 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 فارغ لا شحال طول؟ انت اللي ورا مع هذا الواو تاع هو اش واقع هي واحد دريت عرضت الكريساج خليني نمشي ها؟ شنو؟ صافي على السيارة كي يسير؟ ها؟ أو معاهم ما لا سوت ما كيكريزاش لا والو سوتو صافي على السيارة غنكو على قدام راجلة ها؟ صافي على السيارة بسي مش بس أمور عاسي نشدو الشارع مراشي يكون هنا تمشي لك السلف كل مكان سير الدار كمان كثير حطينا عليها دور دور
محمود السباح قناة شوف تي في، مرحبا بكم عبر هذا البث المباشر الجديد بشوارع مدينة الدربيضة بعد الحجر الساحلية. دابا حنا في حدود الساعة 9 ليلا وفوق، وعواشر مباركة للجميع بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. تنتقدموا بالتهاني لكل حماة الوطن، نتقدموا بالتهاني الى سيدنا الله ينصرو، الى الامن الوطني، اطباء، ممرضين، رجال السلطه، اعوان السلطه، قياد بشوات، الناس اللي ساهرين من اجل حمايه هذا الوطن. واخا رغم اننا في زمن كورونا، كريمة عليكم السلام. عليكم السلام اختي كريمة. من 4 سنين باش نعاودها، لان قبيله كانت 8، كانت 8 قبيله ملي كانت نوصل. غلطنا صاحبي. متبع قناة شوف تي في دائما كما عودناكم، ولو تكون من بعض الانزلاقات او بعض الاشياء اللي كانت تكون او هفوات، الا ان العمل ديالنا العمل الاعلامي دائما تكون في المحل ديالو، دائما تكون العمل الاعلامي ديالنا حنايا وهو من اجل التحسيس المواطن المغربي. نحن ولينا في حد ثاني الحصيلة المرتفعة. واش غير نعاودو نقول الاخ اللي كان قبيله خسر الهضره وغادي يقول لك من راه باقا غير ثمينه او شي حاجه، هيا دابا راه سعود وما فوق، الناس باقا شويه، راه هي شويه راه باقي شويه والمعروف بحال لنا الله يحفظك. باقي الناس متتبع قناة شوف تي في، شوف تي في كتشوف الامن راه خدام حتى هو. ما غدوش تحية لرجال الامن، راه قايمين بواحد الواجب ديالهم حتى هما رجال الامن السلطة المحلية. ولكن كيما تشوفوا متتبع قناة شوف تي في غادي نجيو، غادي تشوفوا منا الكرارس راه باقيين خدامين، العربات المجرورة كما قال الأخ، كما خص الهضرة داك الأخ قبيلة. احنا دابا قريب العاشرة، 10 ديال الليل يعني تسعود وما فوق، ولكن باقي نتوما غادي تشوفوا عربات موري العصير موري السوسيط، الشارع باقي عامر، الناس عدم كيشتي، الاغلبيه ما دايرينش كاع الكمامه. اللهم لطفك يا رب، كنتمنوا ربي باش يلطبينا حنايا. نعود لك اخويا العزيز اللي كنتي قبيله هضرتي، قلتي بان الساعه هنا راه باقي ماشي ماشي 9 10 غير 8، احنا في يعني في ساعات اللي هما الحجر الصحي ممنوع. غادي نرجعوا لإعادة بقريه الجماعه بسماته لي يشوف مشاهد قناة شوف تي في.